صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور ساد جوردن وعلى نور ساد تلفزيون تيلي لومير. نصبح عليكم ومعنا ضيف عزيز اليوم علينا بموضوع جدا جميل. نحن بنعرف انه الرزنامات الكنسية تختلف من شرقي لغربي، ونحن بالأردن بنتبع الرزنامة الشرقية حتى الكنائس الغربية أيضا تتبع التقويم الشرقي، فبنحتفل نحن الأحد القادم بعيد الشعنينة، بس هذا ما بيفوتنا أنه إن نعيد كل البلاد اللي احتفلت يوم الأحد الماضي بعيد الشعنينة، بنقولهم شعنين مباركة وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله هذا الأسبوع من الزمن الفصحي، من زمن الألام والعبور من الخطيئة إلى المجد، مجد السماء، إنه يكون زمن خير على الجميع، وخاصة إنه جاء هذا العيد بالعام الثالث، وإحنا مرينا سنتين من جائحة كورونا وكانت تمنعنا من الصلوات ودخول الكنائس طبعا حفاظا على الصحة، لكن مش الابتعاد عن ربنا. فهذا العيد رح يكون متميز الأسبوع المقدس أيضا بصلواته، رح تعج الكنائس بالمؤمنين وبالمصلين وبالأطفال خاصة اللي احتفلوا واللي بدهم يحتفلوا الأحد الجاي بعيد الشعنينة، إنه يعيد الفرح إن شاء الله لقلوبنا وقلوب الجميع. طبعا احنا بنحيي كل الاشخاص اللي معنا على صفحتنا على نورسات واللي بلشوا يبعثوا لنا بصباحاتهم المباركه، وايضا الضيف العزيز علينا، مناش نطول عليكم، الاب القمص انطونيو الصبحي وهو راعي الكنيسه القبطيه في الاردن، وطبعا هو صديق وانا بعتبره صديق وعزيز علينا على نورسات وخاصه نورسات لبنان ومكتب الاردن بالاخص. صباحك نور ابونا. صباح الخير، الله يصبحكم بالخير، وكل عام وانتم بالف خير بمناسبه الايام المقدسه اللي ربنا ليه كل الشكر والحمد انه سمح لنا مره جديده ان احنا نعيشها واحنا في الجسد على الارض. هذه الايام المقدسه اللي عم ناخد منها شحنات روحيه نكمل بيها بقيه السنه ان شاء الرب، وعشنا. فكل عام وانتم بألف خير، وبحب أصبح على كل على حضرتك أولا، وبشكرك على الدعوة وعلى كل أعضاء هذه القناة المسيحية بالحقيقة التي تنشر كلمة الله لكل الناس في كل دول العالم. نقول لكل المشاهدين كل سنة وانتم سالمين بمناسبة الأيام المباركة، ولا سيما أن الأحد القادم هو أحد الشعنينة، فبنقول بنسبق الكل ونقول شعنينة مباركة، ولنا تأملات روحية كثيرة في أسبوع الآلام، كما لا يفوتني أن في البداية أن أطلب من الرب وهو الطبيب الشافي أن يتمم الشفاء العاجل لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، يعود لنا بألف خير وسلامة. بنصلي كل يوم في كنائسنا أن يمد الله في عمره، يعطيه العمر المديد ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديه، ويعطيه نعمة فوق نعمة في عيون كل من يتعامل معهم في العالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير أبونا، وشكرا لهذه الدعوات وهذه المقدمة. أيضا طبعا للي بتساءل عن جلالة الملك عبد الله الثاني، هو عمل عملية الأمس يوم أمس وخرج بالسلام إن شاء الله في عموده الفقري. نعم. فعنده ديسك، فالملك جلالة الملك مثله مثل بقية البشر يعاني من الألم ويعاني من الأمراض، لكن الحمد لله يعني العملية كانت ناجحة وهو الآن في ألمانيا تمثل للشفاء، فنتمنى له العودة سالما إلى بلاده وإلى أسرته الأردنية. فإن شاء الله دعواتنا طبعا مرفوعة أيضا في كنائسنا لشفائه وأيضا لشفاء جميع المرضى على أسرة الشفاء، وأيضا الرحمة لكل الأشخاص اللي غادرونا إلى البيت الثاني، بيتنا ولا البيت الأول منقول هو السماء. نعم. فغادرونا، ألف رحمة ونور عليهم، فهم مع السيد المسيح في مجد الله إن شاء الله. وطبعا إحنا بنصبح
وايضا بنشكر كل الاشخاص اللي عم بيرافقونا الان على البث المباشر وبيبعثوا لنا سلاماتهم، يعني احنا حابين انه نصبح عليهم فردا فردا، لكن اذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار بيقدر يوجهه لابونا من خلال التعليقات على صفحتنا على نورسات الاردن. طبعا مستمرون معكم بكل تغطياتنا خلال الاسبوع المقدس من خلال صفحتنا على نورسات ببث مباشر، ان كان على الصفحة او على التلفزيون نورسات، يعني قدر الامكان رح نقدر نطلع مباشر من الاردن، واحنا نتزامن تقريبا في بيناتنا اسبوع بين لبنان وتوقيت العالم الغربي وبين العالم الشرقي من حيث الصلوات، يعني نحن هون بنعيد الالام وهن صاروا عم بيعيدوا الفصح، لكن المهم روح العيد ماذا يطلب منا ربنا خلال نحن، وأيضا ماذا تطلب منا الكنيسة من خلال إعادة إحياء هذه الشعائر وهذه القدديس وهذا التقليد المسيحي. فاليوم حلقتنا يسوع المسيح بين المجد والألام، رح نتطرق بشكل مفصل لمعنى وروحانية عيد الشعانين بكل رموزه المتبعة وكل رموزه الظاهرية اللي احنا بنحتفل فيها في الكنيسة. طبعا احنا بيوم الشعانين بنشوف هالأطفال وهالناس لابسين شيء حلو وحاطين هالسعف المزينة بالورود والشموع المزينة بهالورود وايضا بهالريبون وهالشبر، والاطفال لابسين هالفساتين الحلوه وهالملابس الجميله، طبعا احنا ذكور ولا اناث، فساتين وبدل العائله كامله بتلاقيهم بلفوا بهالدوره. وما معنى الدوره هذه اللي بتكون بالكنيسه؟ ما معنى انه يسوع المسيح جاء على جحش ابنه اتان؟ هلا ابونا بفسر لنا كل هذه المظاهر اللي بنشوفها واللي بنمارسها، واحيانا ممكن ما نكون نعرف شو هي معانيها، لانها هذه معاني مش معاني صارت هيك وليدة اللحظة، لكن هذه معاني مربوطة من العهد القديم ومن رؤية وتنبؤات الأنبياء. فالآن ما بدي أطول بالحديث، خلينا ناخذ الحديث مطولا مع أبونا أنطونيوس. تعطينا البركة لنبدأ يا أبونا وأنت تقودنا في هذه الحلقة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين، فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أمين. أبونا، قبل طبعا أنا ما نباشر بالموضوع، معلش أنا خارج الموضوع، في كتاب أنت وعدتنا فيه من الحلقات الماضية ومنذ زمن، الذي هو يتكلم عن كتاب رعوث المؤابية، وهي نبية. نعم. وفي بلادنا في الأردن، هي من الأردن، ونحن أنت دائما تقول أننا إحنا يعني محظوظين بوجودها، لكن في عتاب كبير علينا نحن لأنه ما عم نضوي على هذه الشخصية. فأنت تقوم الآن بكتابة هذا الكتاب. نعم. أنا وصلت يعني بشكر ربنا أنه أنا في بلغة الكتاب الحبكة الأخيرة اللي هو تجميع الأجزاء في ووضعها في قالب واحد. يعني رعوث المؤابية هي واحدة من جدات السيد المسيح، إلها سفر في العهد القديم 4 إصحاحات، وهي المرأة الوحيدة اللي مكتوب سفر في الكتاب المقدس باسمها. نعم. ربما البعض يقول أن هناك، لا، هناك أستير، سفر. نعم. أستير كانت يهودية. نعم. لكن رعوث كانت أممية. نعم. أممية لا تؤمن، مش من اليهود، ما تؤمنش بربنا يعني. نعم. فهي المرأة الوحيدة الأممية اللي إلها سفر باسمها 4 إصحاحات في العهد القديم، وقدمت صورة الله بالوحي الإلهي أراد أن تكتب سيرة حياتها في الكتاب المقدس لتكون مثالا وأنموذجا، وخصوصا أن في كل جيل طبعا محتاجين لهذا الكلام، لأن ربنا قال أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، فما بنقدر نقول أن هذا الحكي كان في العهد القديم، لا، إحنا في مسيس الحاجة إلى هذا النموذج الآن. معظم المشاكل الأسرية في الأسرة المسيحية
لما بتيجي عندنا نقول لهم اقرأوا سفر رعوس، مش هياخد 10 دقايق، شوفوا الكنة كيف اتصرفت مع حماتها، وكيف نعم. الحما أثرت على كنتها التأثير الإيجابي، جذبتها لربنا يعني حلو. واحدة أممية تصير جدة من جدات المسيح. ربما سائل يسأل طب من وين اتأكدنا ان في ان هي جدة من جدات المسيح؟ القديس برضو الوحي الإلهي خلى القديس متى الإنجيل البشير يكتب لنا في الإصحاح الأول وهو عم بيكتب في إنجيله إنجيل متى وهو عم بيكتب سلسلة أنساب المسيح كتب لنا رعوس رعوس نعم. رعوس ولدت عبيد، عبيد ولد يسى، يسى ولد داود النبي. حلو. ومشي في سلسلة أنساب المسيح لحد ما وصل للمسيح له المجد. فهذه شخصية جدة المسيح طلعت من عنا من مؤاب، مؤاب اللي هي محافظة الكرك. كرك. نعم الكرك. بجنوب الأردن. نعم. نعم. فيعني الأردن مش بس المختص المكان اللي اتعمد فيه المسيح، الأردن مش بس جبل نيبو اللي مات عليه موسى النبي واندفن، الأردن مش بس مكاور، الأردن مليء بأحداث كتاب مقدس، برضو تلة مار الياس المكان اللي أصعد منه إيليا النبي نعم بالمركبة نعم النارية نعم. برضو لازم نجيب سيرة رعوث المؤابية نعم. فإن شاء الله بإذن الله بعد العيد بفترة بسيطة هسلم الكتاب للمطبعة وهأعلن عن حفل إصداره رح لعظم شخصية هذه العظم هذه الشخصية كجدة من جدات المسيح خرجت من أردننا هنا رح أعمل حفلين للإصدار، حفل في عمان ورح أعمل حفل هناك بالكرب مكان للكرب. نعم. نعم. والكتاب جميل. هذا جميل. بإذن الله مش هيباع، هو هيتوزع لأنه نعم. أنا حابب شعر بمسؤولية أنه علي أن أنشر وأوضح مكانة هذه الشخصية، فصلوا لي عشان أمين يا رب أبونا. ويعني أنت كمان أعطيتنا كمان فكرة أنه أيضا يعني حلو أنه نعمل عنا فيلم، يعني فيلم إن كان وثائقي أو فيلم عن كيف حياتها وسرد حياتها، فممكن نستعين كما أيضا في الكتاب لعمل قصة حياتها لهذه. ياريت نعم ياريت. هو أنا قبل بشهر 11 الماضي هذا قبل كم من شهر كنت مع معالي نايف الفايز وزير نعم. السياحة والأثار وحكيت مع معالي على موضوع انه لابد ان يكون في مزار لرعوس في الكرك. فكنا وقتها نازلين على القاهرة المؤتمر وقال لي بس نرجع من القاهرة نشوف نبحث الموضوع، وكتير برضو هو انترست مع الموضوع هذا يعني. حلو فإن شاء الله. يعني احنا شاكرين لك انك هديتك للأردن يعني، وانت ايضا من يعني الكهنة اللي عم برعاية وترعى القطيع القبطي في الأردن يعني، وعدده قديش العدد عندنا هون بالأردن من الأقباط من مصر؟ بين الزيادة والنقصان نظرا للظروف، وطبعا نعم. كورونا أثرت كتير نعم. على ناس كتير، فبين الزيادة والنقصان يعني، لكن الأردن ما تسأليني عن العدد، اسأليني عن الكرم الهاشمي، اسأليني عن في عائلات هون صار لها سنين طويلة. وانت كمان لك يعني انت أردنية القلب مظبوط انه مصرية الجنسية ومصرية وهي امك الاولى، لكن انت ايضا عندك امك الثانية الأردن وانت تحب الأردن طبعاً. ودائما بتحب شعبها وبتحب مليكها وبتحب 40 أرضها 40 سنة يعني مش مزحة يعني مش مزحة يعني. أعطيك طولة العمر يا أبونا، وأهلا وسهلا. أنت بتعرف مع حبتك ومعزتك يعني بالأردن وأيضا بين بكنيستك وفي رعيتك محبوب ومتميز في روحانيتك في وعظاتك في كلامك، عشان هيك دائما بنحب نسمع منك أبونا. كله عمل الرب، كل عمل أكيد الرب. أكيد أكيد. تسلم يا أبونا. الله يخليك. أبونا بالنسبة لموضوع الشعنين، وإحنا مقبلين الآن على عيد الشعنين،
فمثل ما بالبداية حكيت إنه الشعنينة مش بس مظاهر الفرح، مع إنها واجبة في مظاهر الفرح، زي ما فرحوا أهل أورشليم بدخول السيد المسيح إلى القدس، لكن المعاني اللي انذكرت في الكتاب المقدس أنه دخل على جحش بابن أتان واستقبل بالأغصان الزيتون وسعف النخيل، وصارت الناس ترمي بملابسها أمامه عشان ما تطأ رجله الأرض، كل هذه لماذا؟ فمثل ما عرفت أنه في إلها أصول من العهد القديم، ودائما المسيح أنا جئت لأتمم. فهذه المظاهر التي دخل فيها السيد المسيح إلى أورشليم ما هي إلا تتمة لما تنبأ فيه الأنبياء لما قيل عنه. فما معنى أن يأتي ويدخل إلى أورشليم منتصرا ظافرا مثل الملوك، خاصة ممكن مثل ما تقول لي بعد نحن بالسرد الأحداث بالكنيسة، في كان المثل تبع إقامة لعازر من الموت، ممكن هذه الشهادة شافوها شيء كتير كبير الناس، إنه أقامة ميت قال له 4 أيام ميت ومنتن وأقيمة من الموت. فتفضل أبونا أنت تسرد لنا الأحداث ممكن بشكل روحاني أكثر. على قدر معرفتي البسيطة. يعني معرفتي على قد معرفتي البسيطة. بالعكس يا أمون أنت غني في المعرفة. إيش الله يخليك. حضرتك دكتورة باسمة، كل الأحداث اللي راح نمر بيها في كنائسنا كلنا، نعم. وطبعا في ميزة هنا عندنا في الأردن نشكر ربنا عليها، يعني إنه المحبة اللي بين الطوائف بتظهر في مناسبات عديدة، يعني كمان انه اي كنيسة هتدخليها في الاردن في المملكة الاردنية الهاشمية، اي كنيسة بديش اقول اي طائفة، اي كنيسة هتدخليها يوم الاحد القادم هتلاقي الشعنين. نعم. فوحدة العيد بيعطي قوة روحية للمصلين، الكل طالع على كنيسه، الروم طالعين على الروم، الأقباط طالعين على الأقباط، اللاتين، الروم الكاثوليك، السوريان، الأرمن، بقية الكنائس كلها. فهذا شيء المسيح فرحان بكنيسته. نعم. أورشليم بنسمي يوم الأحد هذا الدخول الانتصاري إلى أورشليم. نعم. دخل منتصرا كملك إلى أورشليم. ما هي أورشليم؟ أورشليم إلها معاني كتيرة. أورشليم طبعا بالمعنى الحرفي اللي هي في القدس، هذه أورشليم. أورشليم هي الأرضية، هي الكنيسة، وفي أورشليم السمائية هي ملكوت السماوات، وفي أورشليم قلب الإنسان، لأنه قال هوذا ملكوت الله في داخلكم. فأورشليم من ضمن المعاني اللي فيها قلب الإنسان. نعم. فلما نقول أحد الشعنين نقول الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى قلب الإنسان. حلو. هذا المفهوم الروحي الأول اللي لازم نصلي بيه يوم الأحد القادم عشان نكمل بقية الأسبوع بأحداثه. يوم التنين الصبح إيش صار؟ طب يوم التنين المساء شو صار؟ اللي هو أسبوع الألام، صلوات أسبوع الألام كلها. وأسبوع الألام بيسمى في اللغة القبطية، اللغة القبطية هي اليونانية القديمة، البصخة. البصخة يعني العبور. نعم. يعبر إلينا، يعبر إلى البشرية. نعم. ترك عرش سماه ونزل، تجسد وتأنس، صار إنسان وشبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. ليش؟ نعم. عشان الدخول الانتصار ويعبر إلينا ويفدينا بدمه على الصليب يوم الجمعة بعد القادم. نعم. إن شاء الله. يوم الجمعة هحكي عنها تعريف ربما يكون غريب شوية بس لازم أحكي، وأعتقد أن حضرتك هتوافقي على هذا التعريف. فأحد الشعنين هو الدخول الانتصاري لقلب الإنسان. جميل.
ليش استقبلوه بهذا الشكل؟ طبعا كان قيامة لعازر رباعي الأيام زي ما بتحكي كنيسة الروم الأرثوذكس، وأنا بحب أوي التعبير هذا رباعي الأيام. نعم. لأنه لما السيد المسيح وقف أمام القبر وقال لهم ارفعوا الحجر، فمرسى أخت لعازر نعم. استحت من الموقف، هتطلع ريحة صعبة جدا. نعم. فقالت له يا سيد قد أنتن، هذا اللفظ في الكتاب المقدس، يا سيد قد أنتن، لأن له أربعة أيام. نعم. عشان هيك كنيسة الروم الأرثوذكس أخذت لعازر رباعي الأيام. نعم. يا سيد قد أنت، قال لها ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ مش نعم. قلتلك لو أمنت هتشوفي مجد ربنا؟ بعدين نادى عليه لعازر هلم خارج. في الإعجوبة هذه مكتوب في الكتاب المقدس وكثيرون من اليهود الذين رأوا آمنوا. نعم. وكثيرون من اليهود الذين رأوا آمنوا. نعم. مع انهم شافوا معجزات قبل هيك بس ما آمنوا. ده كان هذه كانت المعجزة طبعا اللي رباعي. نعم. أربعة أيام، يعني بكتيريا التحلل بدأت تسري في الجسم. وطبعا وقتها ما كانش فيه إبر تحنيط هلا زي ما بنصفر بدانك جسمان. نعم. ولا نعم. ولا ما كانش فيه، يعني بكتيريا التحلل بدأت تسري. عشان هيك مرثى أخت لعازر القديس لعازر اندفعت وقالت للسيد المسيح، يعني طبعا ريحة جثمان أخوها ريحة التحلل هتبقى محرجة. نعم. إلها، يعني هدي أخويا اللي جوه نايم هنا. نعم. فحكت اندفعت وحكت، رغم أن هي في كامل الحزن لأن يعني أخوهم اللي كان بيرعاهم هي ومريم أختها الكبيرة. نعم. مريم ومرثى، فاندفعت تجاه السيد المسيح وقالت له يا سيد قد أنتن. نعم. لأن له أربعة، ما قالتلوش بقى بلاش لأنه هيطلع ريحة مش منيحة ولا لا، قد أنتن لأن له أربعة أيام. ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ برضو هذا في درس إلنا، اللي يآمن بعمل الله واللي يآمن بقوة الله واللي يآمن بقدرة الله واللي يلتجئ لله وقت الضيقة اللي هو الآلام هيشوف مجد ربنا. جميل. مجد الله. فكلها دروس روحية لابد أن نستفيد. شو صار يوم الأحد؟ الناس اتأثرت، بس مش هذا هو السبب، هو كان تتمة الأسباب. نعم. كان في أسباب تانية كتير. زعف النخيل طبعا، أغصان الزيتون معروفة من أيام فلك نوح لما الحمامة جابت. نعم. معروفة، وغصن الزيتون دايما يشير إلى السلام. سلام. السلام. عشان هيك سموا المسيح ملك السلام. السلام. ملك. نعم. السلام. وإحنا في الصلوات بنقول له، بنطلب من يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. عندنا لحن. نعم. في الكنيسة من الألحان الكبيرة بأورنت تيهريني باللغة القبطية يعني. نعم. فأغصان الزيتون، سعف النخل. النخل ربما أورشليم ما فيهاش نخل. نعم. بس أريحة مليانة نخل. نعم. ستيل ناو. نعم. أزكى تمور بتجينا من وين؟ نعم. من أريحة. نعم. طب التمر هذا ما هو من النخلة. نعم. نعم. والنخلة ليش جابوها؟ ممكن يكون ربنا قد فكرهم، لأن في آية في الكتاب المقدس بيقول الصديق كالنخلة يزهو. نعم. الصديق الإنسان الروحاني اللي ماشي مع ربنا، اللي بيصلي بيقرأ الإنجيل بيتوب بيعترف بيتناول جسد الرب ودمه الحقيقيين. نعم. الأقدسين، ليه علاقة حلوة بربنا، بيربي ولاده في مخافة ربنا، هذا يقول الصديق كالنخلة يزهو. كمان النخلة أعلى نوع من أنواع الأشجار. نعم. فالحصول على زعف النخل مش سهل. نعم. يعني لازم واحد يطلع، والطلوع فيه خطورة، بده واحد متمرس اللي بيربطوا نفسهم بالحبل مع النخلة، وهذه فيها خطورة، والطلوع مش سهل، مش أي مزارع يقدر يطلع النخلة فوق تجيب. نعم. التمر وهيك والبلح. فربنا شبه الإنسان الروحاني اللي له مكانة كبيرة عند ربنا، مش عند الناس في عيون الناس، لا، عند ربنا بالنخلة. بالنخلة. الصديق كالنخلة يزهو. جميل يا. نعم. فهذا برضو سعف النخيل.
فرش القمصان. نعم. في عادة في العهد القديم إن كان لما يجي ضيف عشان ما كانش فيه وسائل مواصلات أول إيش يعملوه قبل ما يضيفوه يغسلوا له رجليه. نعم. ولسه هاي العادة موجودة في بعض الأديرة القديمة اللي من القرون الأولى يعني يغسلوا له رجليه عشان متاعب الطريق. فهم مش هيلحقوا أو مش هيقدروا مع الأعداد الكبيرة اللي طلعت لاستقبال السيد المسيح أن يغسلوا له رجليه، فبدل غسيل الرجلين راحوا شالحين قمصانهم في الطريق فرشوا القمصان كنوع من أنواع التكريم يعني. نعم. زي ما إحنا هلا يجي ضيف نفرش له السجادة الحمراء الطويلة. نعم. هذه يعني تكريم، نوع من التكريم. فهو نوع من التكريم مكرم فيها الملوك يعني. نعم. فهو كملك. نعم. أعلنوا كملك فرشوا القمصان. نعم. هذا الدخول الانتصاري إلى قلب الإنسان زي ما اتفقنا. ضايل شغلة واحدة في أحد. نعم. الشعنين، ليش أتان وجحش ابن أتان؟ نعم. معروف الواحد رايح مشوار قبل المواصلات ووسائل المواصلات يعني الحديثة، إما حمار أو حصان أو جمل. نعم. مش جمالين يعني، أنا رايح مشوار. نعم. أركب حصان مش حصانين. نعم. أو هذه إلها تفسيرين. نعم. التفسير الأول، بعض الأباء الأولين قالوا الأتان وجحش بن أتان بيرمزوا لليهود والأمم. إن المسيح في دخوله، المسيح له المجد في دخوله الانتصاري جاي يجمع. نعم. اليهود اللي أمنوا فيه و الأمم اللي ما بيؤمنوش فيه، جاي يفدي الكل. ما هو الفداء الجمعة اللي بعدها. نعم. فجاي يفدي الكل، أنا مش جاي عشان اليهود. بالعكس، القديس يوحنا الإنجيلي في الإصحاح الأول قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبل، ما قبلهوش. نعم. الله، أما كنتم مؤمنين بي كيف يعني. نعم. فهو أتان وجحش ابن أتان يعني هو أصغر من الحمار. أيوة. أصغر، ما هو يعني ليها معنى. نعم. أيوة ليها نعم معنى. نعم. الأتان وجحش ابن أتان اليهود والأمم، ده التفسير. نعم. الأول. التفسير. نعم. الثاني بقى من عادات العهد القديم. نعم. لما عريس رايح ياخد عروسته من بيتها، بيت أهلها، فبيركب على أتان ويجر وراه بحبل جحش ابن أتان لمين؟ لعروسته، عشان رايح ياخدها. نعم. فالمسيح لما بعت اتنين من التلاميذ هتلاقوا أتان وجحش ابن أتان. نعم. وإذا سألكم صاحبهما قولا المعلم يحتاج إليهما. نعم. طب ليش يا رب الاتنين؟ كأنه بيقول لنا أنا جاي أخد عروستي. نعم. مين عروستي؟ المسيح. الكنيسة. كنيسة. والكنيسة ما هي؟ مش المبنى والجراسية، والكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي. نعم. الشعب، هي الرعية. نعم. رعية المسيح. فالمسيح بدخوله الانتصاري جاي ياخد عروسته، كأنه بيقول لكل نفس البشرية انت بعدت عني الشهور اللي فات، تعال بقى اعطيني فرصة ادخل الى قلبك في هذا اليوم اللي هو الدخول الانتصاري لقلب الانسان. يعني احنا ابونا يعني هالصورة اللي اعطيتنا اياها كأنه حطيتنا بقلب الحدث، عم نشوف السيد المسيح كيف داخل على جحش بن أتان، على جحش، على أتان وجحش، أتان وجحش بن أتان. يعني الأتان وجحش أصغر شوي منه، بس هن التنين أصغر من الحمار. نعم. كمان. نعم. إنه هذا مش بس بعلامة إنه مثلا تواضع مثل ما يشار إله دائما في كنائسنا أو بيفسروا في الآباء، مع إنه السيد المسيح هو متواضع ويعطينا دائما صفة التواضع، لكن هي مربوطة أيضا بتفسيرات ورؤية العهد القديم. السعف النخيل أيضا كمان مثل ما أنت تفضلت أريحة، بدناش يزعلوا علينا هون بالأردن أبونا، كمان غور الأردن مشهورة بأنواع التمر. نعم. والنخيل، فهي أريحة جزء من كانت من الأراضي كاملة يعني، هذا هو أرض واحدة كلها أرض. أرض واحدة أكيد. كانوا أيضا كمان لسعف النخيل كانوا عم بيحضروا هن للفصح اليهودي. نعم. وكانوا ياخذوا سعف، يجيبوه سعف النخيل لتزيين بيوتهم مثل ما احنا عم نزين كمان. هذا أنا قرأته في أحد الكتب لتفسير سعف النخيل. وشجرة الزيتون، أغصان الزيتون هي علامة السلام،
والملابس رموها مثل ما تقول البساط الأحمر عم بيرموا ملابسهم لكي يطأ عليها السيد المسيح، مش يطأ عليها كمان السيد المسيح، هو الجحش الأتان وجحش الأتان، نعم بيمشوا عليه. نعم. وجاء إلى الهيكل وماذا حصل هناك؟ نعم. هو في بس النداءات اللي كانوا، نعم والنداءات وصلنا في الأعالي، وصلنا يعني اذكرنا ارحمنا، ارحمنا اللي لسه احنا لحد الان عم بنصليها في كان كيريا ليسون. نعم. يعني يا رب ارحم، هذه هي وصلنا في الاعالي. يوم احد الشعنين بنقولها باللحن الشعنيني. نعم. له لحن متميز. نعم. هذا اليوم هوشعنا في الاعالي، هوشعنا في الاعالي، يعني اذكرنا مبارك الاتي باسم الرب، مبارك الاتي باسم الرب. بس هذه الصلوات والطلبات لا تقتصر على احد الشعنين بس. نعم. المفروض ان احنا نتعلمها، نقولها في بيوتنا، نقولها واحنا في سياراتنا. نعم. الصلوات السهميه اللي الكنيسه بتلقينا اياها، كل ما ندخل الكنيسه تقول خلي في تواصل بينك وبين ربنا. الصلوات الاباء القديسين، الصلوات السهميه اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع. البابا شنودة قال قول، قال كلمة يا رب صلاة. نعم. المفروض قبل ما نبدأ أي عمل نطلق يا رب، يا رب ارحمني أنا الخاطي. المفروض قبل ما نشغل سيارتنا نرشم الصليب. حلو. يا رب. نعم. المفروض قبل ما نبدأ أي عمل يا رب. المفروض هذا بقى جزئية الصليب وبركة الصليب هنخليها مع الجمعة العظيمة. وصلنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. لازم نكرر الجمل هذه كل يوم، مش بس أحد الشعنين. أبونا في كمان جملة، هوشعنا في الأعالي لابني داود، هل له علاقة بالعهد القديم ابن داود سليمان الحكيم عند دخوله إلى أورشليم؟ لأنه تمت أيضا هذه الجملة. الجملة. نعم. وإحنا أظن مأخوذة. نعم. هي أخذت هذه الجملة من. نعم. العهد القديم. هو ترابط كامل. نعم. ما لسه حضرتك اتفضلتي ما جئت لأنقد. نعم. فهو في ترابط كامل، واللي يفتش، لأن فتشوا في سفر الرب، دي آية في أشعياء. نعم. مش اقرأوا، فتشوا في سفر الرب واقرأوا. نعم. بقية الآية. نعم. فتشوا في سفر الرب واقرأوا في أشعياء. جميل. سفر أشعياء. نعم. فتش يعني شوف في كنوز. نعم. زي ما الملكة هيلانا فتشت على خشبة الصليب. نعم. كانت ترملهم قطع من الذهب عشان تشجعهم على ان يقيموا الاكوام. نعم. الزباله اللي امر اليهود كل سكان اورشليم يرموا الزباله فوق، نوع من التحقير حتى بعد ما المسيح مات على الصليب وقبر وقام. يعني فالمجد في الكتاب المقدس. نعم. الفرح اللي في الكلمة، الغذاء الروحي، لان المسيح قال كلامي روح وحياه. نعم. كل الكتاب المقدس روح وحياة. روح أنا مديكم بيها ربنا يعني، وبعدين تحيوها بقى أنتوا. عشان. نعم. هيك بنقول ما نضيعش أي فرصة من الأسبوع الجاي، فرص للتغذية الروحية. نعم. كل يوم في أسبوع الألام المسيح له مذاق غير، يعني يوم السبت، ليلة الأحد، سبت العازر، له مذاق المسيح. نعم. وهو بينادي وهو بيبكي قدام قبر العازر. نعم. لأن هو كان إله كامل وإنسان كامل، فبكى بالمشاعر البشرية، بكى، فبكى يسوع وهو واقف، وهو عارف أنه راح يقومه يعني. نعم. فتدوقي طعم المسيح بمزاق خاص وهو واقف قدام قبر العازر. كمان يوم أحد الشعنين الصبح وهو داخل الدخول الانتصاري، وهو ركب على أتان وجارر جحش بن أتان، تدوق المسيح بمذاق خاص. التنين، في أحداث يوم التنين نقراها في متى مرقس لوقا يوحنا، له مذاق خاص. الثلاث مذاق كل. نعم. أربع، الخميس، خميس الأسرار. نعم. اليوم اللي أسس فيه سر الشكر الإلهي الإفخارستية، لما أخذ الخبز وبارك وقال لهم خذوا كله هذا هو جسدي، وبعدين مسك الكأس اللي فيه الخمر، خذوا اشربوا هذا هو دمي، تأسيس سر الشكر الإلهي
وتأسيس سر الكهنوت. نعم. كان في خميس الأسرار. نعم. وبعدين قال لنا اصنعوا هذا لذكر. نعم. في نفس يوم الخميس هذا انتهت عصر أو انتهى عصر الذبائح الدموية. نعم. وصار ذبيحة خبز وخمر. نعم. وسنظل اصنعوا هذا لذكري لحد الآن، وستظل الكنيسة تصنعها إلى أن يأتي المسيح له المجد في مجيئه. كان السيد المسيح التاني يقدم أو أهله الست مريم ويوسف كانوا يقدموا الذبائح زوجي حمام، يعني نعم. كانوا يقوموا على حسب الشريعة. العهد في الشريعة. نعم. اليهودية. نعم. ويقدم الذبيحة مثل بقية أهل اليهود إنه ذبائح دموية. نعم. لكن من خميس الأسرار توقفت الذبائح. نعم. الدموية. نعم. جميل. والخبز والخمر من اللحظة هذا، لأن كان تاني يوم بقى الذبيحة الكبيرة. نعم. ذبيحة الفداء، ذبيحة الخلاص هتتم بعد ساعات تاني يوم. نعم. على الصليب. نعم. فكان هذا الوقت الجمعة. اللي خلاص لازم. طيب بعد هو عارف حسب ترتيبه الإلهي راح يفدينا بدمه على الصليب، وراح يموت ويقبر ثلاثة أيام. نعم. وبعدين يقوم من بين الأموات. نعم. طب بعد ما يقوم هنعمل إيش؟ البشرية إيش هتسوي؟ نعم. هتسوي ذبائح قداسات بذبائح بخبز وخمر. نعم. وإلى الآن وستظل هيك لحد ما يجي في مجيئه الثاني إن شاء الله. هذا باختصار شديد وعلى قد معرفت البسيطة. لكن أنت خبرتنا على الجمعة العظيمة، يعني في شغلة. الجمعة العظيمة لسه كنت بحكي في اجتماع روحي امبارح. الجمعة العظيمة هي عيد الحب بالنسبة لنا. الفالنتاين دي بتاعنا كمسيحيين. نعم. هو الجمعة العظيمة، لأن اللي تم على الصليب هذا موضوع مش سهل. نعم. يعني المسيح مصلوب على الصليب اعتدنا على الصورة وهو. نعم. لا، هذه فيها دروس دروس دروس. قصة حب. قصة حب. نعم. نعم. وقصة الحب هذه يعني هو معبر عنها في الكتاب المقدس لما قال لكل نفس بشرية محبة أبدية أحببتك لأجل ذلك أدمت لك الرحمة. جميل. وقال كمان للنفس البشرية في سفر هوشع في العهد القديم، كانت نبوة بيقول لكل نفس بشرية زلمة بنت شاب وأخطبك لنفسي إلى الأبد. جميل. وأخطبك في سفر هوشع الإصحاح الثاني وأخطبك لنفسي إلى الأبد. ليش ما قال وأتزوجك إلى الأبد؟ لأن فترة الخطوبة بين أي خطيبين هي فترة تناغي الحب. نعم. ولو سألنا أي حدا متزوج يعني إيش أحلى فترة في حياتك؟ بقولك الخطوبة. الخطوبة. نعم. فالمسيح بيستخدم له المجد الألفاظ البشرية بلغات الأرض اللي إحنا بنعيش بيها، بيقول طب أنا هستخدم لكم الجمل هذا. أنا طب أنتي وأخطبك لنفسي إلى الأبد. طب وإنت وأخطبك لنفسي كنفس بشرية إلى الأبد. نعم. إلى الأبد يعني ما فيش فترة هنيجي نعمل ستوب في الحب. لا، محبة أبدية أحببتك. حلو. جميل. وأخطبك جدا. لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالمراحم والإحسان، وأخطبك لنفسي فتعرفين الرب. حلو. جميل. يعني الحب هو اللي هيعرفنا على الله. وطبعا احنا الانسان يعيش طول عمره سواء على الارض او في السماء في الحياة الابدية يعرف يا ربنا كل ما يقرب منه اكتر وقت. فالجمعة العظيمة. نعم. هي عيد الحب بالنسبة لنا. والكتاب المقدس قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. الابدية. بدنا نربط بين. نعم. هذا المجد العظيم وبين الألام. احنا بنقول اسبوع الألام بس فرحانين لأن الألام في المسيحية فرح. نعم. قال قد وهب لكم ليس فقط أن تتمجدوا بل أن تتألموا أيضا. إيش يا رب هذا؟ هبة بتعطيني الألم. نعم. الألم هبة، الألم عطية بس يكون بسمح من الله، مش إن الإنسان سببه لنفسه. لا. نعم. نفرق بين هذا لأن القديس يعقوب الرسول قال الله غير في الرسالة في الكتاب المقدس قال الله غير مجرب بالشرور
لكن إذا إجا شر يبقى الإنسان انخدع من شهوته. الله غير مجرب بالشرور، ربنا ما بيعطيش شر أبدا، ربنا صانع خيرات. نعم. وحضرتك بتعرفي احنا نعم. في صلاة الشكر بنقول فلنشكر صانع الخيرات، الله لا يصنع إلا الخير. طب الأمراض والأحزان والدموع والأوجاع والمشاكل اللي في حياتنا والحوادث والألم وكورونا بسماح من الله. نعم. وهب لكم، يعني عطية. نعم. هذه هدية، يعني زي ما نقول تفضلي هذه هدية بمناسبة العيد تقولي شكرا جزيلا، فالمفروض الإنسان يشكر ربنا. وهب لكم لا أن تتمجدوا معه فقط بل أن تتألموا أيضا. الله. فهذا مفهوم الألم في مسيحيتنا. نعم. نشكر ربنا عليه. كمان الألم مرتبط بحمل الصليب. نعم. مش يوم الجمعة هنضل طول اليوم من الصبح للمساء تحت الصليب، تحت الصليب نصلي. نعم. ونشكره على الفداء. أهو الألم، الآلام هو حمل صليب. إن أراد أحد أن يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبع. فالألم بكافة أشكاله ومسمياته وأحجامه ودرجاته هو حمل صليب. نعم. عشان هيك لازم نشكر ربنا. أشكرك يا رب على هالصليب. ربنا من محبته لينا ما بيديش الإنسان الصليب، التجربة، الألم، يقول له اصطفل بقى، دبر أمورك، دبر حالك. لا، ربنا بيشيل ويساعد ويعين. عشان نعم. هيك بنصلي، عشان هيك بنطلب يا رب اذكر المشكلة تبعت البيت الفلاني، اذكر يا رب فلان المريض، اذكر يا رب عيلة فلان والحزن اللي طرأ عليه، اذكر يا رب هيك. نعم. علامة نعم. الطلب، علامة طلب المعونة. نعم. في الألم كمان آخر نقطة في جزء ربطة الألم، الآلام بالمجد. نعم. القديس يوحنا في سفر الرؤيا. نعم. لما شاف كل اللي في السماء متسربلين بثياب بيض، طبعا مش ثياب قماش، فوق ما فيش قماش. نعم. وحدك بس هو شافهم هيك. نعم. باللغة البشرية. فسأل الملاك، يعني لأنه لقى كله أبيض فابيض، وفي مجموعة في الوسط لابسين أبيض فابيض بس البياض تبعهم بيلمع ازيد من الباقيين. فاستغرب، راح سال الملاك، مكتوب هيك في سفر الرؤيا، من هؤلاء؟ نعم. رد عليه الملاك وقال له هؤلاء الذين اتوا من الضيقه العظمى. هدول اللي احتملوا الالام، هدول اللي شالوا الصليب، فليهم. نعم. مجد اكتر في السماء، مجد جزء منه على الارض ياخدوه وهم عايشين في الجسد، والباقيه الكبيرة بقى. كمان الضيقة، قال بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. نعم. يبقى لازم نشكر ربنا. وبرضو في آية في الكتاب المقدس، برضو في رسالة القديس يعقوب، احسبوه يا إخوتي كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. نعم. تجارب مش تجربة، تجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عشان هيك يعني حضرتك دكتورة باسم أحسنت كتير في اختيار العنوان، المسيح بين الآلام والمجد. نعم. وكل ما فعل يفعل بنا. الأول قال أنا نور العالم، قال عن نفسه، وبعدين رجع قال أنتم نور العالم. نعم. هو القدوس، القدوس المولود منك يدعى. نعم. ابن الله، زي ما الملاك بشر العذراء مريم. نعم. قال كونوا قديسين. كونوا قديسين. نعم. فبرضو بالنسبة لما بين الألم والمجد برضو على حياتنا احنا. عشان هيك بنقول اسبوع الألم واحنا فرحانين. نعم. واحنا فرحانين. الاسبوع هذا كله فرح، كله. نعم. مجد، كله في انتعاش روحي، في تغذية روحية. بس في طلبة، وخصوصا بعد ما اتحرمنا من الكنيسة فترة بداية كورونا والكنيسة تسكرت وضلينا في بيوتنا. نعم. وكانت فترة صعبة جدا، يعني عطيت تدريب للشعب في كنيستنا، قلت لهم لازم كل يوم نطلب الطلبة هذه من ربنا، يا رب دمها علينا نعمة الوجود في بيتك. حلو. دمها علينا
نعمة الوجود في بيتك، ونشكر الله كنيسة مفتوحة، مفتوحة ونصلي نعم. وهذا كمان الكنيسة هي لقاء الله مع شعبه، نعم، ولقاء شعبه معه. شو نعم. الفرق بين التنين؟ لقاء الله مع شعبه انه بنانا كنيسة وبيجمعنا يلا تعالوا. دايما الاب السماوي، مش الاب، الاب السماوي يحب ولاده تحت جناحاته هيك. فعشان هيك ما بيصير ننشغل عن الصلوات في الكنائس الأسبوع القادم كله، لا ترتيبات العيد ولا الكعك والمعمول نعم. ولا تعزيل تلوين البيض وإيج هانتينج وصيد البيض. حلوة أعظم. حلوة هاي الأشياء، لكن نحن الكبار يعني هاي للأطفال على أساس أنه ظلهم يتذكروا هذا الموسم، أنه هذا موسم نعم. خلال السنة نعم. موجود، يتذكروا بطفولتهم أنه هيك عملنا وفرحنا لأنه يسوع بده يقوم من بين الأموات، وهو مثل ما أنت خبرتنا أنه قصة حب كبيرة من ربنا. فالنتين دي تبعنا نعم طبعا. هذا بنقدر نحكي للأطفال، لكن نحن الكبار منكون مثل الشعب اللي استقبل يسوع المسيح نعم. وقت أورشليم وقالوا له هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، والأسبوع المقبل قال أصلبه أصلبه نعم. فهذا التناقض بين موقف الشعب، هل أنت عم بتشوفه للآن أبونا؟ نعم. قبل ما جاوب على هذا السؤال بالنسبة للأطفال والإيج هانتينج نعم. نعمله حلو نعم. بس ما يبقاش على حساب الصلاة أكيد. مش معقول المسيح مصلوب ومعلق على الصليب في الكنيسة وأنا في البيت أو واخد أولادي الأطفال بيتلونوا بيض أو نعم يعني نعم. خليهم يتلونوا بيض بس بعد الصلاة ما ينتهي نعم. لكن ما يبقاش هذا على حساب هذا. الأسبوع هذا في صلوات ما بتتقالش غير مرة واحدة في السنة صح. في ألحان كنسية ما بتتقالش غير مرة ومؤثرة جدا جدا نعم. جدا للنفس. النفس لازم تشبع من نعم. هذا الأسبوع، ولابد من الدخول الانتصاري لقلب الإنسان. النقطة اللي حضرتك ذكرتيها طبعا نعم. هذا موجود إلى الآن نعم. ناس يوم الأحد بتقول له كيريا ليسون ارحمنا نعم. يا رب، المجد ليك يا رب، و و و و وخصوصا لما الكاهن في القداس لما يقول ارفعوا قلوبكم أو أين هي قلوبكم نعم. بالرد نقول هي عند الرب, الرب. هي نعم. عند الرب. فهذا بعض من الناس، بعض بيقول بلسانه فقط لكن نعم. قلبه ما تغير، وبعض الناس بتحضر القداس وبتتناول بس القلب ما بيتغير، وهذا محتاج إلى علاج فوري، عملية جراحية للقلب بسرعة نعم. يوم أحد الشعنين الدخول الانتصار. إذا نعم. دخل المسيح القلب هو هيقوم بكافة الأمور نعم. هو اللي هيغير نعم. قال إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. القرمز اللي هو اللون الأزرق أحمر. الغامق أزرق. الغامق آه. عارف لما واحد ينخبط بحديدة هيك وتزرق إيده نعم. وهذا هيك هذا اللون القرمز الغامق الغامق نتيجة حبس دم جوه، دم فاسد كمان نعم. فقال إذا كانت خطاياكم وصلت لهذا اللون نعم. تبيض كالثلج بس دخلني نعم. فالمسيح يعني قال جملة في الكتاب المقدس بيكلم النفس البشرية قد ما احنا ما عندناش وقت لربنا، قال للنفس البشرية أريني وجهك أسمعيني صوتك يا ابني نفسي أشوفك نفسي أطلع فيك أسمعيني صوتك. انت لا بتصلي ولا بتسبح ولا بترنم ولا ضغوطات الحياة مأثرة علينا بس لازم هذا إلهنا السماوي، هذا اللي فدانا بدمه، فلازم على الأقل نستفيد من هذا الأسبوع استفادة روحية. فهوشعنا في الأعالي اصلبه اصلبه موجود، فبس صلوات الأسبوع هذا وقراءات وألحان هذا الأسبوع بتفوق نعم. كأن الكنيسة بتقول بلاش اصلبه اصلبه نعم. خليك في قصاننا هوشعنا في الأعالي يعني. فلو أنا ما روحتش نعم هضل اقول اصلبه اصلبه نعم. وهتبقى يعني ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه كما قال الكتاب المقدس. يعني ابونا
هذه البوتقة من المعاني العميقة اللي حكيتها، هالتعبير وهذه المشاهد اللي انت وصفت لنا اياها، يعني تدعو للإنسان، يعني ما بتصور في إنسان بيحتفل بالشعنين من دون ما يدخل ربنا بقلبه، يدخل المسيح في حياته ويمشي معه درب الألام لمجد القيامة. فيا ريت، يعني احنا بنتمنى على كل الناس انه هذا العيد يكون غير، ونحن بكل حلقاتنا لما احنا بنشرح وابائنا بيشرحوا انه يكون هذا العيد غير. كان عيد الميلاد حكينا انه يكون عيد الميلاد غير، وعيد الفصح انه يكون هذا العيد غير. نحن مرينا هلا في الزمن الأربعيني، زمن الصوم، واذا ما كللنا زمن الصوم اللي صمناه كلياته ونقوم مع السيد المسيح بمجد القيامة، ندخل معاه بالألم وأيضا فرح المجد القيامة، فلا بصومنا ولا بصلاتنا ولا بزينتنا ولا بالبيض الملون ولا بالملابس ولا بهالمظاهر اللي كلياتها والكعك والمعمول. فما هي هاي المعاني؟ هاي المعاني دلالات على الفرح. هل أنت تجد الفرح في قلبك؟ اسأل نفسك، هل أنت فرحان بقلبك؟ هل أنت مشيت درب الألم مع السيد المسيح؟ لأنه إذا ما مشينا كيف بدنا نفرح؟ كيف بدنا نلاقي معاني لكل هاي الدلالات وكل هاي المظاهر اللي عم نقوم فيها؟ بنصفي بعدين زي الشعب اللي لما دخل السيد المسيح إلى أورشليم قال هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، ومن ثم أصلبه أصلبه، لأنه ما فهمه. نعم. ما فهموا المعاني، دخول السيد المسيح، أعمال السيد المسيح، رسالة السيد المسيح، ما فهموها، ما فهموا الدلالات اللي بتحط في مسيرة السيد المسيح، هل عجيب وهل هل أيضا عمل الخير. يا ما نحن أبونا في حتى بحياتنا هاي، إحنا كتير أوقات بنمجد أشخاص ولكن لما بيصير في نقص واحد أو أصلبه أصلبه، فمننسى كل الخير ومننسى كل العمل الصالح ومننسى كل الخير اللي منشوفه من هذا الشخص أو من هذا الإنسان، ومندق مسامير أيضا في صلب هذا الإنسان لما تحين الساعة. نعم. فهيك كلمة أخيرة تدعو فيها الناس في هذا الزمن المبارك أبونا. وإحنا يوم الجمعة العظيمة وإحنا واقفين تحت الصليب نصلي ونقول له يا رب أعطيني قوة ونعمة وسندة. كان دايما داود النبي يطلب من ربنا سندة. نعم. آية ثلاث كلمات كان دايما يقول له اسندني يا رب فأخلص. نعم. اسندني يا رب فأخلص. فإحنا نطلب دايما الآية هذه سندة، ربنا يسندني يعني، وساعدني يا رب إن أنا ما أحكي لكش بقية السنة كلها أصلبه أصلبه. نعم. ما أقولش عليك يا رب أصلبه أصلبه، لا عليك ولا على أي إنسان، اللي هي أصلبه أصلبه هذه خطية الإدانة. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا إلي دخل بأخطاء وعيوب ونقائص الآخرين، يكفي أن أنا أفتش عن أخطائي وعيوبي ونقائصي وخطاياي، يكفي. هذا برضو نتعلمه من الوقفة يوم الجمعة العظيمة. كمان لابد زي ما تفضلتي حضرتك، لابد من الاستفادة، لابد من التغذية الروحية تبعت كل يوم من أيام أسبوع الألام، لابد من أنه أشعر حالي في نمو روحي. نعم. هذا هيؤدي بينا أن في يوم العيد لما نيجي نهني بعض، المسيح قام بالحقيقة. نعم. قام، هيبقى لها مذاق جديد. مذاق. نعم. قوي، مذاق روحاني. المسيح قام، مش هتبقى عادة تعودنا على خريستوس أنيستي أليسوس. نعم. أنيستي، المسيح قام بالحقيقة قام، هيبقى لها مشاعر قلبية قبل ما اللسان ينطق بها. نعم. المسيح قام. وهذا اللي نبهنا عليه معلمنا داود النبي في المزمور، قال ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. المسيح ينداق بمذاقات مختلفة، مذاقات عديدة، مذاقات كل مذاق فيهم أمتع من الآخر. نعم. ذوقوا وانظروا وانظروا ما أطيب الرب. فإن شاء الله يكون عيد بركة، عيد قيامة مجيد، نفرح بقيامة الرب اللي هي قيامتنا إحنا أصلا. نعم. لأنه بقيامته أقمنا نحن من موت الخطية، والناس المسيحيين المفروض وجوههم اللي عليها نعمة الروح القدس الساكن فينا، المفروض الوجوه دي الابتسامة ما تروحش منها أبدا أبدا، لأنه
الروح نشيط، الروح القدس اللي فينا نشيط. وصانا وقال لا تطفئ الروح. نعم. ما تطفئوش الروح اللي جواه، الروح القدس اللي ساكن فينا من وقت المعمودية. نعم. إن شاء الله السنة هاي تكون سنة خير وبركة، ببركة عيد قيامة مخلصنا الصالح، ونهني بعضنا خريستوس أنيستي المسيح قام، ويبقى قيامته المجيدة هي فرح لبقية السنة كلها. آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. أمين يا رب. وأنت بألف خير. استمتعت معاكي. الله يسعدك. أنا بالأكثر يا أبونا. بهذا اللقاء الممتع، وبشكرك مرة أنك دعيتيني وعطيتيني هالفرصة. بشكر المشاهدين اللي احتملوني لمدة ساعة. بشكر كل الإخوة والأخوات العاملين في قناة نورسات الأردن. وأنا زي ما وعدتك دكتورة قبل، أنا بذكر قناة نورسات الأردن في الصلاة على المسبح، عشان ربنا يسندكم في عملكم، العمل الغير السهل، لأن الكرازة والبشارة بملكوت السماوات على الأرض موضوع مش سهل. فربنا يبارك كل جهودكم، ويبارك في كل اللي بتمتد له أيديكي، وربنا ينمي هذه القناة لمجد اسمه القدوس، لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا أبونا. أنا بشكرك على محبتك وعلى دعواتك وصلاتك، ودائما أنت كمان تسندنا في دعواتك وعلى المذبح. فشكرا لك يا أبونا، ونحن الشاكرين لك حضورك لهذا اليوم. مش أنت تشكرنا للدعوات، لكن احنا دائما بنحب نشوفك بالاستوديو هون بقناة نورسات، وأيضا أنت لك يعني محبة كبيرة من قبل الناس اللي موجودين على صفحتنا على النورسات، واللي عم بيتابعوا الآن بكثر يا أبونا. أنا ما قدرت أني أتابع الأشخاص، لكن عم بيوصفوا محبتهم وصباحاتهم بيرسلوها لإلك. يعني شخص أكيد رح تطلع عليهم على الصفحة. نطلب صلوات الجميع، لأن حكيت لحضرتك قبل هيك، زي ما الكاهن واقف على المذبح يطلب من أجل شعبه، الشعب اللي واقف وراه هذا كله، هو شفيع ليهم أمام المذبح، برضو هو في مسيس الحاجة إن الشعب يصلي من أجله. وهذه الوصية، صلوا بعضكم من أجل بعض. فأنا كل الإخوة والأخوات اللي بعتين تعليقات، يعني بشكرهم على كل هالتعليقات، وأطلب صلوات الكل من أجل، عشان ربنا يسندني في خدمتي في كنيسته المجاهدة على الأرض. كل عام وأنتم بألف خير. خير يا رب. نشكر كل المتابعين واللي على صفحتنا وعلى نورسات تلفزيون تيليلومير. بنشكر كل العاملين أيضا اللي نقلوا هاي الحلقة من الأردن و لبنان. بنتمنى لهم أسبوع مبارك، أسبوع مقدس لمجد القيامة. بنقول لهم في الأحد القادم المسيح قام، واللي بيحتفلوا الآن قادمين على عيد الشعنين، وأيضا الأسبوع المقدس. بنكون معكم طبعا في حلقة قادمة يوم الثلاثاء القادم. فشكرا لكم، ونتمنى لكم أسبوع مبارك، وإلى اللقاء، وصباحكم نور. كون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات رنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. Yeah.
صلوات تنقل من المحبة.